الراجل يعيش زوجته وبيته وبالذات زوجته قبل عياله على اعلى مستوى يقدر يعيشها عليه وهو مفتاح ما يبخلش عليها، يبقى راجل معاها ويساعدها ويبسطها ويجيب لها اللي هي عايزاه ويفرحها ويبقى كريم. مثلا انا حاسس انها هتنبسط ب 100 اتفق معاها على 100، على فكره هديك ال 100 دول واشيلها في حسابي كام؟ 110. لان مجرد ما قلت لها 100 اي انثى خلقها ربنا بنتك امك اول ما تقول لها 100 هتبقى حاسه ان ال 100 دي لو انت بتحبها هتزودها اوتوماتيك، فانت مزود 110 عامل واياك تقول لها مخليها 110 هتقول لك 120 اياك تقول لها 110 مش انت قلت لي 100 ومتفقين على 100 يا شيخه انت مظبط على 110 وخلصان يعني، بس ال 10 دول يطلعوا ايه بايه واضحه كده لانك انت لو اديتها كده هتبقى عايزه 120 على طول. هل هي عايزه تخرب بيتك؟ لا، هي عايزه تحس على طول على طول على طول على طول عايزه تحس انها غاليه عندك وان انت مقدرها. يعني ممكن هي تبقى غنيه جدا وال110 اللي انت تديهم لها دي هي ممكن تصرفهم على 20 واحد غلبان تدي كل واحد 110 كل شهر، لكن هي عايزه 110 بتوعك، مش فكره ال110، هي فكره ان راجلي شاريني.